السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة لهذه الحلقة إخواني، بغيت نشارك معكم واحد الإعلان دايرة الشركة ديال سبيداف إكسبريس. هي شركة مختصة في مجال الإسهاليات، وهي شركة عالمية عندها فروع في مجموعة من الدول وكذلك في المغرب، والمقر ديالها كاين في الدار البيضاء. وبالنسبة لهذه الشركة ديال سبيداف إكسبريس، راه بحالها بحال الفيديكس والدي اش ال والارامسك، وكاين مجموعه من يعني الشركات الاخرى اللي كدير نفس الخدمه. وهذه الشركه اخواني طالبه في هذا الاعلان هذا لي كوميرسيو اللي غادي يخدموا في الدار البيضاء، لي كوميرسيو اللي يخدموا في الدار البيضاء، يعني المندوبين ديال المبيعات. هذه هي اخواني الشركه ديال سبيد داف اللي هي كتخصص في الارساليات، وفيها بزاف ديال يعني كيخدموا مع مجموعه من التخصصات، بحال مثلا لي شوفور، بحال الموزعين، بحال المختصين في المبيعات والمحاسبين، ومجموعه ديال التخصصات الاخواني. وبالنسبه لهذا الجيميل اللي غادي نشارك معكم، حاولوا انكم تصيفطوا، يعني تصيفطوا لي سي في ديالكم بالتخصصات اللي عندكم، يعني سواء كنتم يعني سائقي شاحنات ولا سائقي سيارات ولا كذلك موزعين، وكذلك يعني عندكم اختصاص في لي كوميرسيو، وكذلك المحاسبين، يعني واي تخصص عندكم يعني عنده علاقه مع الارساليات، يعني صيفطوا يعني السي في ديالكم لهذه الشركه ديال سبيد داف اكسبريس. اذا انا غادي نشوفوا هذه الشركه هذه اش من اعلان دايره، وتخصص اللي باغين بالنسبه لهذا الاعلان هذا اللي دايرين تخصص ديال لي كوميرسيو، يعني المندوبين ديال المبيعات. بالنسبه اخواني البروفيل اللي كيقلبوا عليه لهذه الشركه هذه واللي غادي يخدموا في يعني كمندوبي مبيعات لي كوميرسيو، كيقلبوا اخواني على شخص عنده باك بلس 3 في الاداره التجاريه، وكذلك تكون عنده يعني اكثر من خبره ديال اكثر من عامين فالخبره كمندوب مبيعات من الناحيه المثاليه في قطاع النقل والبريد السريع، وكذلك تكون عنده معرفه جيده بتقنيات البيع ومهارات التعامل وصرامه وروح الفريق، ويكون شغوف في الخدمات اللوجستيه والتجاره الالكترونيه. وبالنسبه اخواني الجيميل هو هذا اللي كتشوفوا امامكم، سبيداف ريكروتمون جيميل @ جيميل .com. يرجى ارسال الطلبات في العنوان التالي كيف تشوفوا امامكم هنايا، مع ذكر الموضوع المطلوب في سطر الموضوع. اذا في الرساله، في السوجي ديال الرساله، في الموضوع ديال الرساله، تحطوا اشنو بغيتوا تخدموا بالنسبه لهذه الشركه هذه ديال سبيداف. وكيف قلت لكم اخواني، دفعوا لهذه الخدمه هذه، سواء انك عندك خبره في كمندوب مبيعات او عندك خبره في اي مجال كيف ما كان اللي عنده علاقه مع هذا في المجال ديال الارساليات. وهذا الجيميل هذا اخواني راهو جيميل الخاص بالشركه ديال سبيداف، غادي تدفعوا لهذه الخدمه هذه اخواني، سواء كنتوا سائقين شاحنات، كنتوا عندكم خبره في التوزيع يعني لي ديستريبيتور، او لا متخصصين في المبيعات، او لا في المحاسبه، او لا في التجاره الالكترونيه، او لا الخدمات اللوجستيه، يعني الناس اللي عندهم العلاقه مع اللوجستيك، دفعوا اخواني للشركه هذه اللي كتخدم العديد 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 من الاشخاص، شركه عالميه مختصه في مجال الارساليات. اذا اخواني هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذا هو الاعلان ديال اليوم اخواني، كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك، واشتركوا في القناه، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.